رجعنا لكم بعد الفاصل مع هدير رزق الهاند ميد. كلمينا بقى شوية عن الحاجات دي. طيب دي برواز، ده برواز خشب، نقدر ان احنا ندخل معاه شوية هاند ميد للخيط ده كروشيه. ده بيبقى خشب حفر، يعني ده خشب محفور، تمام. في برضو بيبقى حاجة تانية بتبقى مطبوعة، يعني ده خشب نطبع عليه الصورة مثلا، أي حاجة، أو صورة أو أي حاجة تانية يعني. ده والحاجات دي بقى بتتعلق ولا؟ بتتعلق، اه وبيبقى في يعني بيبقوا ليهم أكتر من شكل كمان، كديكور أو حاجات تانية. كلها أسعار موحدة ولا حسب لا، التكلفة بقى؟ حسب التكلفة والمقاس، ولو هي قطعة واحدة أو أكتر. اه تمام. طب كلمينا بقى. أوكي، دي شنطة، اه طب كلمينا الأول، بدأت ازاي وموهبتك وبعد تمام كده نشوف الشنطة. ماشي. هو انا بدأت من 3 سنين تقريبا، اتعلمت من اليوتيوب، يعني كان عندي وقت فراغ كده شوية، فقعدت بقى قلت اجرب حاجة جديدة واتعلمت من اليوتيوب بس، وشوية شوية بقى اتطورنا وبقى عندك بسم الله. جروب على الفيس؟ اه اه تمام. ممكن بقى تقولي تمام. لنا على الشنط وعلى الخامات والحاجات دي؟ اوكي، دي شنطة او ميني باك صغيرة يعني شوية دي اهي. بقى تاخد حاجات معينة ولا كل حاجة؟ لا، بتاخد شوية حاجات حلوين يعني، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، بس بتاخد شوية حاجات حلوين يعني. دي ممكن برضو اصلا ايه؟ اشوفها بس كده؟ اوكي اتفضلي. ماشي. تمام. تمام. طيب بكلمنا بقى على الخامات. الخامات اللي بشتغل بيها يعني، اه على التكلفة وعلى الأسعار طبعا هتختلف، خامات أعلى يبقى طبعا سعر أعلى، خامات الاسعار متفاوته هتبقى طبعا سعر على أقل. حسب كل يعني كل ماتيريال. دي مثلا ماتيريال خيش، غير ماتيريال دي مكرمية، اه يعني كل ماتيريال طبعا بيبقى ليها سعر وليها تكلفة وحاجات تانية، او كل قطعة مثلا بتختلف عن القطعة التانية. انا شايفه كوفيه وشايفه بطانيه، كلمينا بقى شغلك بياخد قد ايه؟ الوقت بياخد قد ايه؟ البطانية حوالي اسبوع، الشنط من 3 ل4 ايام، الكوفية 3 ايام برضو اه ما نفس شاء الله. الرينج. لا تمام. طب والشنطه دي كلمينا عنها اللي هي انهي؟ السمره دي. اوكي، دي شنطة كبيرة شوية، اهي بدراع كروس وايد صغيرة. بالنسبة بقى للتسويق بقى والحاجات دي، انت برضو مسؤولة عنها ولا في حد تاني بيساعدك؟ لا، انا لوحدي. بتروحي بقى معارض ولا بتعرضي الحاجة فين؟ لا، هو على الجروب بتاع الفيسبوك والبيج بتاعت الفيسبوك برضو، والاكونت بتاع الانستجرام. اه بس كده. تمام، طب لسه ما كلمينا بقى اخدتش كوفيات. خطوة. اوكي، بصي، دي كوفية حريمي. لا حلوة جميلة جدا. صوف ولا عليها ألياف تانية؟ صوف والياف، اه يعني نسبة الصوف فيه مش عالية قوي. اه في بقى نوع تاني ده نسبة الصوف فيه أعلى، يعني ده 80% صوف، اه الشغل بيبقى كله صوف ولا على حاجات صوف معينة؟ طبيعي. اه الكوفيات، الجوانتي، الايس كاب، الحاجات دي بتبقى صوف. وفي بصي ماتيريال تانية، دي قطيفة شوية اه لا يعني جميلة. ناعمة. اه جميلة. دي بقى دي نفس الماتيريال اللي انا عاملة منها البطانية بتاعت البيبي. اه طب وانت ترشحي بقى الصوف ولا القطيفة في ايه؟ للي بيشتري يعني؟ يعني القطيفة بفضله اكتر للاطفال، البيبيهات او الاطفال مثلا لحد سن معين، الكبار بيبقى ده شيك جدا جدا معاهم، والصوف برضو حلو يعني، اه بحب والسعر بقى، الاتنين بصراحة. السعر دي الصوف قصدي مثلا والقطيفة سعرهم كام؟ ايه الفرق يعني؟ فرق بس ان الصوف بيبقى اغلى شوية من الـ يعني اه من خيط القطيفة، تكلفة الصوف تبقى اغلى شوية. متفاوت عن القطيفة. لا، مش فرق سعر جامد قوي، مش اه متفاوت قوي. حاجات بسيطة. طب تمام. كلمينا بقى على الشنطة الحلوة اللي هناك دي. اوكي، دي شنطة بجوانب خشب، اه لا يعني دي جميلة جدا ماتيريال مختلفة، جميلة. ماتيريال خيط كليم، هو أكبر كمان من الموجودين. وحجمها اكبر خالص يعني. اه انا بس حاطه الايد جوه عشان لا جميلة. اه كبيرة و وايديها بقى بتطلع وتنزل كده، تتضايق وتتوسع. تت... اه
الرسومات دي حضرتك اللي بترسميها لا ولا؟ لا ده خشب برضو بيطبع عليه اه طبعا يعني، يعني. طبعا كلها اه انتي بتدخلي حد تاني معاكي ولا الشغل في يعني؟ الشغل. هي اختي، اه اختي معايا بس مش يعني مش حد تاني. اه لكن ما نزلتوش بقى معارض قبل كده؟ لا ما لسه ما فكرتوش خدتش الخطوة تدوا دي. كورسات؟ ما فكرتوش مثلا تتوسعوا شوية في المجال؟ لا هو بس الفكرة ان انا ما عنديش وقت حاليا اني يعني اعمل قناة على اليوتيوب او ادي كورس او يعني انزل مثلا معارض الحاجات دي، يعني مقضيها بس على قد الشغل كده اه على قد دي. مين اللي حبيبك في المجال ده؟ انا كنت بشوف صور كتير على النت، حاجات بقى كانت بتبقى تحفة جدا عجباني، اه بس ما كانش بيبقى عندي وقت بقى، كنت بشتغل حاجة تانية فما عنديش وقت. جيت بقى سبت الشغل واتجوزت، ف ما فكرتيش بقى تطلعي لايف على الجروب طلعت مرة. ان انت تعلمي الناس اللي لا حابب اعلم مثلا؟ حد؟ لا ما اه مش لسه برضه ما خدتش الخطوة دي. ليه ما بتفكريش يعني تدي كورسات او في الخطوة دي مثلا تطلعي لايف توصلي المعلومة بشكل بسيط؟ الفكرة بس ان انا ما عنديش وقت عشان انا عندي بيبي، ف اه يعني بيبقى واخد تقريبا كل الوقت. اه يعني ما فيش حتى وقت متاح تعلمي حتى مثلا لا يعني على الاقل الفترة دي مش الفترة دي بس؟ اه بالظبط، يعني وبدءا الفترة من دي على الفترة قد الجاية بقى ان الشغل. شاء الله هتبدأي بقى تاخدي الخطوات بتاعتك. بإذن الله بإذن الله، قناة على اليوتيوب وأكيد كورسات بإذن الله. اه ما كلمتنيش بقى عن الكوفية اللي هناك دي؟ المستردة. اه دي صوف برضو ولا عليها الياف؟ لا دي صوف وألياف برضو أهي، بس هي لسه يعني هي دي. لا جميلة جميلة فعلا، شغلي كله حلو ما شاء الله. تسلمي. في شنطة تاني نتفرج عليها اللي هناك دي؟ بصي هي دي ماتيريال خيش وجلد، وليها بقى داخل فيها سوستة. ألياف تانية؟ لا لا هو خيش بس والجلد وبطانة، بس اه البطانة بالنسبة بتاعتها بقى في رب. الغسيل بقى بيبقى نظامها ايه؟ طبعا مش هيتغسل في الغسالة. لا طبعا اه في ماتيريال بتتغسل عادي، اللي هي المكرمية دي بتتغسل عادي بس مش في الغسالة طبعا، لان انا ببقى مدعماها من جوه بحاجة بماتيريال تانية عشان تخلي الشنطة واقفة، فلو دخلت الغسالة هتبوظ، أوه. بس ممكن بسفنجة وشوية صابون صغيرين وتتنضف من بره المكرمية او الماتيريال الكليم ده. ايه اكتر حاجة الناس بتطلبها منك بقى في الشغل شنطة بتاعك يعني؟ شنطة مدورة كده، بس للأسف أنا ما كانتش جاهزة معايا إن أنا أجيبها. تقريبا دي أكتر شنطة، ودي دول أكتر شنطتين بيطلبوا مني بقى بألوانهم يعني. اه طبعا هيبقى في فرق في السعر او فرق بسيط مثلا. لأن طبعا الماتيريال مختلفة، دي غير دي، اه يعني كل ماتيريال بيبقى ليها سعر مختلف. اه طب معانا فيديو ليكي بقى عايزين اوكي تعلقي عليه. اوكي اه اتفضلي. ايه ده بقى؟ ده مفرش، دي برضو شنطة، شنطة برضو. لا دي حاجات جميلة كلها والله. ده بقى ايس كاب من خيط القطيفة. اه مش صوف لا بس، لا قطيفة. قطيفة بس. لا حاجات كلها جميلة يعني ما شاء الله شغلك حلو. ميرسي. كلمينا بقى هنا. ده شنطة برضو، دي صينية بالكوسترز بتوعها ان هما يتقدم فيهم حاجات، تمام. دي برضو شنطة وحاجات صغيرة. اه لكن ما بتعمليش بقى اكسسوار والحاجات دي؟ لا اه يعني هو تقريبا شنط وشغل الشتاء والبراويز وال موديلات الصيف بتفرق عن موديلات الشتاء ولا فرقها ال حاجات بسيطة مثلا في الأشكال؟ اه يعني هي طبعا الاشكال بقى على حسب ايه اللي نازل جديد او ايه الترند. اه تمام لا شغل جميل. طب في اللي كانت في ايدك اول واحدة دي ديت. برضو ما اتكلمناش عنها، هي كانت في ايدك بس؟ دي ميني باج خيش معاها دراع كروس. اه دي بقى تاخد موبايل، تاخد حاجات بسيطة. هي دوبك موبايل وازازة الكحول والكمامة يعني مش اه اكتر. حاجات بسيطة. وحطيت لها بقى شريط خيش، حاجة تبقى نفس نوع الماتيريال وتديها شكل برضو. والخامات طبعا بيبقى مكلفة، الخامات بتبقى مكلفة. لا مش كلها اه يعني، في فأكيد هيبقى عايزة انتي أرباح على أساس تمشي طبعا. الدنيا. تمام. الماتيريال هي يعني الشغل اللي داخل فيه جلد بيبقى تكلفته عالية شوية. كنا شايفين بورتريه مكتوب عليه اسمك، عايزين نتكلم عنه شوية. اسمي ولا أنا مكتوب عليه رانيا. لا
تمام. ده برواز، او ان هو بيتعلق في الحيطه، او ان يعني انا عامله ده كحاجه ان هي تتحط بس كده كديكور، مش هتتعلق، هي تتحط على مكتب او على اي حاجه. في النيش مثلا لا على لا هي البوفيه ولا ليه حاجات لا على معينه؟ المكتب مثلا، او يعني هي انا عاملاها هتتصور جنبيها حاجات. ممكن نحط اسماء يعني صور قرآنية ولا اسماء اه بس؟ تمام عادي، ممكن ايات قرانيه، تمام. ممكن يعني كده كده لما بطبع بطبع اي حاجه، مش كلمينا بلتزم بقى على بحاجه الاطار. معينه. اطار ده كروشيه بقى، الخشب ده بيبقى مفرغ من الحروف كلها، فبشتغل انا بقى عليه بالكروشيه بيدي الشكل ده. ده جميلة في جدا. يعني في اكتر من غرزه بقى باشكال تانية. بياخد قد ايه وقت في الصناعة بقى هو ايه اللي هو ده؟ هو انا مش بعمل الخشب، وانا بجيب الخشب من ورشه، لكن انا اشتغل عليه ما بياخدش وقت خالص، يعني والطبع ساعه انت مثلا. برضو حضرتك اللي بتطبعيها ولا حد بيساعدك في لا الطبع؟ هو الورشه بتاعه الخشب هي اللي بتطبع وهي اللي بتعمل كل حاجه، وانا بستلم خشب بس كده مفرغ او مطبوع، بس انا مجرد بشتغل عليه الشغل الخارجي. تمام. تمام. بجد اتبسطنا بوجودك معانا ميرسي وشرفتيني في ميرسي الحكاية مع شيماء، وان شاء الله تبقى في حلقات قادمة، وان ان شاء شاء الله الله، 2020 تبقى سنة خير عليكي وعلى كل الناس ان بإذن شاء الله، الله وان شاء الله تبقي متوسعة في المجال. بإذن الله. وكده في نهاية كده خلصت حلقتنا، استنونا الأسبوع الجاي بإذن الله الخميس الساعة 2 ظهرا، وإلى اللقاء.